السلام عليكم، معكم الإدريس خمليشي السعد، عضو في اتحاد النقابي الجمعوي وكاتب إقليمي الاتحاد الديمقراطي لشغيلات النقل. هذه الوقفة جات على إطار أول ملف كنا جمعنا مع الولاية على حساب أقل المسافة والعداد. كانوا عطاونا وعد تقريبا هذه واحد 3 شهور ولا 10 شهور بان اقل المسافه هذه يعطيوها لنا. عيطوا لنا في الولايه قالوا لك بان اقل المسافه راه خرجات. قلنا للاخوان ديالنا اتضح ملي طلعنا قال لك حقا راه ما كاينش شيء من بعد على حساب كورونا وعلى حساب الاقتصاد. في الحقيقه الولايه عده الوعود كتعطيها وما كاين حتى شي حاجه. درنا هذه الوقفه انذاريه على حساب الوعود اللي كتعطينا اللي كتعطي الولايه وما كتوفيش بها. زائد تعديل القرار العاملي ديال 2019 بما فيهم العقوبات الشياف اللي وربما كياخذوا واحد الشهر ومني كيديروا نفس الديكور الى لقاوهم واقفين غير في شي بلاصه كيحكموا عليهم شهر وكيعاودوا يدوبلوا عليهم شهرين. زائد الملفات اللي عالقه ديال بعض الاخوان ديالنا ديال العقد النموذجي عندهم السيارات المتهالكه. زائد الاختراق ديال الصنف الاول اللي اخترق عده شوارع اللي وكاين واحد البلايك ديال التشوير اللي ولاو هما سميتو بلايك قاره ولاو بحال كانهم عندهم سميتو اللي كنقولوا البلايص ديالهم اللي ما عطينا اللي ما عطينوش الولايه. كيخرقوا عده مسارات يعني كاين عده خروقات. بالنسبه للولايه الجهه انا قلت كاينه غير وعود. بالنسبه للامن الحمد لله كنتواصلوا معاه ما كاينش المشاكل معاه. اي حاجه كيحاولوا باش يحلوها معنا لا بالمناطق ولا الولايه. وتنحيي جميع السائقين المهنيين اللي جاوا وجاوا التحقوا بسميتو باتحاد النقابي الجمعوي. وكنحيي الاخوان جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. مبروك العلوي حفيظ، نائب كاتب اقليمي ديال نقابه الاتحاد الديمقراطي لشغيلات النقل. اليوم تنحضروا واحد الجمع استثنائي وجمع عام انذاري اللي كنعتبره انذار بالنسبه للسائقين المهنيين، للناس المسؤولين ديال ولايه الجهه اللي دائما وابدا كيبقاو يعطيونا وعود. وهذه الوعود انا كنعتبرها وعود كاذبه، لان في جميع المسارات النضاليه وجميع المحطات والوقفات اللي درنا ما كاينش تجاوب ابدا، ما كاينش واحد الاهتمام، ما كاينش واحد الالمام بالعمل النقابي. وهذا ما كيمس بالطبقه ديالنا الشغيله المهنيه اللي كتسعى دائما باش انها تبدل الفرص ديال حتى هي تكون عندها واحد لو بوفوار باش يمكن لها حتى هي تكون عندها كرامه وتكون عندها شخصيه وتكون عندها يعني حقوق، وهذه الحقوق تكون متوازيه مع جميع الطبقه ديال الشغيله اللي كاينه في المغرب. وحنا كنتمناو دائما بهذا الجمع هذا على اساس انه نكونوا يد وحده ونتكتلوا جميعا من اجل تحقيق نصره السائق المهني ورد الاعتبار ديال السائق المهني. وبمناسبه هذه الوقفه يعني الانذاريه اللي كنعتبروها انذاريه، فحنا ان شاء الله وبحول الله المطلب ديالنا مازال كنتشبتوا بالمطلب ديالنا، والمطلب ديالنا لا تنازل ولا تراجع فيه. المطلب ديالنا هو الزياده في العداد الشمولي، يعني بحكم ان الوباء يعني الحمد لله ما بقاش الخطوره ديال هذا الوباء، والحمد لله ما بقاش ديك الاحترازات يعني بكثره. الحمد لله دابا جميع المهن وجميع الاشغال يعني ولات في طور التنميه. فاحنا كنطالبوا بالعداد الشمولي، الزياده في العداد الشمولي كباقي المدن الاخرى، مثلا الدار البيضاء، الرباط، مكناس، جميع المدن المغربيه. يعني كان كنظن بانه هذا العداد اللي عندنا في المغرب في فاس هو اضعف عداد.
يعني ربما في افريقيا على ما تنظن، لانه 4 درهم لا يعقل انهم يطلعوا معك ثلاثه الناس ويعطيوك 4 درهم، و4 درهم ما بقاتش مع الزياده ديال القطع الغيار، مع الزياده ديال الغازوال، مع بزاف ديال الاكراهات كيتعرض لها لا المستغل ولا السائق المهني، زيرو بولون كما كيقولوا او لا زيرو حقوق الى صح التعبير. فكنتمنوا ان شاء الله وبحول الله ان تكون واحد الاذن صاغيه من طرف ولايه الجهه على انها تلتزم بالقرارات وتلتزم بالوعود اللي عطاتنا من اجل تسويه الوضع ديال هاد المهنيين، لان احنا كنعانيو امرين، كنعانيو اولا من الظروف اللي كتشتغلوا فيها، ظروف قاهره جدا، وكنعانيو كذلك من التهميش ديال النقابات، لان النقابات ربما هي الوسيله الوحيده اللي يمكن لها تدافع على السائق المهني وترجع له الحق ديالو. فقلقوا التهميش من طرف ولايه الجهه والمسؤولين للنقابات، ما عطينهمش واحد الحق كافي لا للحوار ولا المبدا ديال التشاور ولا المبدا ديال ربما كيعيطوا لنا على شي حوايج اللي بغاوهم هما، اما حنا كنطالبوا بمطالب ديالنا ما تحقق فيها حتى شي مطلب. لا يعقل من 1992 وحنا كنشتغلوا ب 4 دراهم، لا يعقل، مع الزيادة الصاروخية في جميع المواد الغذائية وفي جميع الأمور اللي احنا كنعيشوها يوميا. إذا كنناشد المسؤولين ديال ولاية الجهة باش أنهم يلتزموا بالوعود ديالهم ويعطيونا الحق ديالنا في التعبير على المطالب ديالنا المشروعة اللي خصها تكون ضرورية ومؤكدة. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى حتى مدينة فاس أنها تبدل بشكل عام، يعني وكنعترفوا بان الزياره الملكيه ديال سيدنا الله ينصرو ويخلي لنا دائما قدوه ورمز للبلاد، على انه المدينه هذه تبدل من 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 حسن الى احسن ان شاء الله. وبالنسبه لهذه المناسبه كنشكر جميع الحضور الكريم ديال المهنيين اللي ساندونا وكيساندوا وكيطالبوا بالحق ديالهم، وهذا ما هو الا يعني انذار، هذه الوقفه كنعتبرها انذار من اجل تسويه الاوضاع ديال المهنيين، وتحيه للجميع. تجمعوا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، تجمعوا القطاع ديال الجميع باش يكونوا عمليين وواقعين الاخوان. تحيه السائق المهني الغيور على القطاع، وراه اللي جا اكثر من اللي داز، راه اللي وانا باش على حقه راه يندم، راه اللي جا اكثر من اللي داز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. انا عمرو لطيف عبد العالي، كاتب محلي تاع سياره اجره للاتحاد المغربي للشغل وعضو في الاتحاد النقابي الجمعوي. اليوم هذا الجمع العام تنسنكرو، كانت عندنا عده لقاءات وعده اجتماعات في ولايه الجهه، وعلى راسهم السيد الوالي اللي كنا عندنا لقاء معه قبلي، اللي السيد الوالي كان اتحاد نقابي وجمعوي، وتنهضروا على المطلب ديالنا، المطلب ديال التسعيره، واللي السيد الوالي عنده وعدنا بالمطلب ديال اقل كورسه ب 7 دراهم و 10 دراهم و 50 فرنك بالليل، اللي وعدنا يعطينا كبعض المدن المغربيه يعطينا مدينه فاس، والوعد ديالو ما وفاش معنا بالوعد ديالو. وكان عندنا درنا فيها فاش علنا على الاضراب اللي استدعتنا ولايه الجهه، وعلقنا الاضراب وقصنا في الحوار وعلى طاوله الحوار مع ولايه الجهه اللي مع السيد الكاتب العام ورئيس السؤون العامه ورئيس قسم الاقتصاد، ووعدونا ب 30/6/2021 يعطيونا هذا المطلب ديالنا، اللي من المطلب ديالنا ديال التسعيره. وولايه الجهه ما الوعد اللي وعدتنا ما التزمتش به، وتنحملوا مسؤوليه ولايه الجهه وعلى راسهم السيد الوالي، هو كان اللي عنده مبتي صاحب الجلاله وعنده كامل الصلاحيه، لان هذا الملف راه ملف محلي ماشي ملف وطني اللي غنتسناو الوزير غيسني عليه، ان الوالي هو اللي تتحمل المسؤوليه الكامله. وفي حالات السيد الوالي لما عطاوناش هاد جميع المطالب ديالهم الاولويه هي التسعيره والكونتور الشامل، غنخرجوا وقفات احتجاجيه وغنخرجوا الاضراب، ولا تولوا غنمشيو حتى للمسيره، نديروا مسيره للقصر لما ما بقى لنا غير نصفنا جلاله الملك محمد السادس نصر الله. اما ولايه الجهه تنسنكروا منا، الوعد ديالها وعد كاذب، السياسه منهجيه، وتنحملوا مسؤوليه والي الجهه، وشكرا للجميع.
كنحييك اخويا من هذا المنبر وتحيه لك اخويا جيتي دير تغطيه لهذا الجمع العام اللي الحمد لله كاع الاخوان والوجوه اللي معروفه في الساحه النضاليه جات الان باش تزكي معنا هذه الوقفه اللي كتهم واحد التماطل اللي كان طولوه من عند السلطه. يعني هذه واحد المده والاخوان ديال الاتحاد النقابي والجمعوي والممثلين ديال القطاع في واحد الاجتماعات ماراطونيه وكيستقبلوا بالاذن الصماء من عند المسؤولين منهم الكاتب العام ووالي الجهه والمسؤولين ديال الولايه بصفه عامه. وحنا ان شاء الله في هذا الجمع العام اللي دايرين دابا حاليا باش نناقشوا بزاف ديال الامور وبزاف ديال المشاكل ومن ضمن هذا النقل السري وهذا القش الابيض اللي اكتسح المدينه والتماطل ديال السلطه اللي كتخلي القش الابيض كيهزلك ليا حداها بالحين انا كيوقف الطاكسي من الصنف الثاني يهز الكورسه كيقول له كيجري عليه ولا تيقول له تحرك وحنا ما مفكينش ودائما في التصعيد الى حتلنا للمبتغى ديالنا وتحيه عاليه لكم الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الاخوان بالنسبه لهذا القطاع تيعيش عده مشاكل وهذه المشاكل طولت ما بغاتش الحل كاع ما بغاوش يديروا لنا الحل الجهات الوصيه على هذا القطاع. وكنتمناو من هاد الناس اللي هما عندهم درايه بهذا الشان العام باش يقفوا مع هذا السائق المهني لحقاش يعني واحد المعاناه ماساويه. راه حنا شوف حنا رحنا سيم بالله العلي العظيم الا سنضرب واحد الحرقه اللي هي زعما كاينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمناو الخير لهذا القطاع والله يدير الخير للجميع. هذا هو اللي كنكتفيو بهذا القطاع. السائق المهني كيعاني من واحد المعاناه اللي هي جد حرجه بانهم كيطالبوا مطالب ازيد من 30 سنه. حنايا دابا حنايا طبنا شوف الناس اللي قبل منا طابوا مازال كنعقل على 4 دراهم و4 دراهم بين هاد الخروقات اللي كاينه بين المواطن وديما تيعانوا مع السائق المهني هو ان المواطن بغى يلقى راحته وهو السائق المهني هو الاول خصو يلقى راحته والراحه ديال من عند من فين هو المفتاح ديال الراحه راه عند الناس المسؤولين دايرين عين ميكا على هذا القطاع هذا راه ساهله وكان يبغيو يديروا الحل راه غايديروا الحل هما خرجوا بواحد الوعود عطاهم وعود وجلسوا معاهم وكنشوفوا في اللايف حتى للربعه الصباح من 12 حتى للربعه ديال الصباح يعني بحال اللي شي محاكمه ما كايناش على 6 دراهم عباد الله 6 دراهم هذا راه عيب ومنكر. يعني الناس كاملين السائقين المهنيين تفرحوا غادي يشدوا 7 دراهم و6 دراهم حتى كتفاجئ كيجيو 3 د الناس تيقول لك اخويا هنا تيركبوا لك 3 وما مناقشين درهم الواحد وكيعطيوها للسائق المهني. السائق المهني غير كينسى راسو كيحرق ستوب تيخلص 8000 ريال تيمشي مساكن الدراري كيجمعوا له الصينيه هذا السائق المهني وشكرا. بالنسبة للاخوان هاد الطريفة اللي عندنا في هاد المدينة راه ما كايناش شي مدينة كاع بالله عليكم الطريفة مع 1992 والكونتور اقل المسافة 4 دراهم ما كايناش كاع ما كايناش حتى في الصومال الا الكازوال ولا كيدير 10 دراهم دابا الليترو وحنايا تقريبا دابا كطيحنا تقريبا قد الكورسة قد الليترو ديال المازوط ما كنخدموش كنطلبوا من السلطة يديروا معنا شي حل يزيدوا لنا في الكونتور ويديروا معنا شي حل ما الكونتور راه مهمشنا راه ما كاين شي ميسال كنلقوا معاك 3 الناس كتمشي بهم تقريبا 5 كيلومتر 4 كيلومتر 4 دراهم والله هذا منكر هذه راه جريمه. والله سيدي لا جريمه بالله. دابا بنادم شحال من شيفور كيضطر ما يخدمش 3 ديال الناس على هذا القبل هذا كيجيو شي ما كيعرفش وكيتفرضوا عليك 4 دراهم ويقول لك اخويا حطني غير هنايا درهم الواحد. هذا بصراحه الشراء لا يجوز. سيدي حنا نطلبوا من السلطه المازوت زاد زيدوا لنا في الكونتور. كونتور 4 دراهم راه ما كاينش شي مدينه راه ما كاينش حتى في الصومال. احنا كنعانيو يا
زيادة راه في مكناس والجامع المدورة فيها 7 ديال الدراهم ديال الطاكسي، ماشي جيتي تالفاس لهنا وركبوا معاك 3 الناس وعطوك 4 دراهم، راه خصها 7 دراهم وبالليل 10 ديال الدراهم خصها، والطاكسي راه مقهورة، الشيفور راه مقهور، الشيفور راه ما بحال راه كان هنا الشيفور اللي دار ب 44 50 عام وما داي والو، داي غير تمارة وكيمشيو يشعوا في البانتاج. خصنا هاد الناس خصهم حتى حنا هاد الشافر خصنا حتى حنا يقلبوا كما كان شحال هادي في العماله، كانوا الناس كتمشي للعماله وكيمشيو للبانتاج وكيشوفوا شكون اللي عنده اسبقيه وكيعطيوه الاكريمه ديالو. دابا الشافر القدامين دابا كلهم هما جلسوا كيسعوا. شكرا.